مساء الخير. ظاهرة اكتسبت أهمية مناقشتها من حساسية ما تطرح، وكذلك من كثرة متابعيها محبين ومبغضين. شخصية معروفة لدى أعدائها أكثر مما هي معروفة عند أصدقائي. قنوات فضائية تتهيب أن يرد اسم هذه الشخصية في شاشاتها وتخاف منه. تجدها على اليوتيوب بكثرة وعلى الفيسبوك بشكل أقل. رجل وصل الأمر بمن يكرهه ويكره سماع صوته عبر الهاتف أن يحاول قتله. كل ما عليك فعله لمعرفته بشكل أكبر هو كتابة اسمه في خانة أي محرك بحث. ستجد النتائج تتجاوز الآلاف إن لم تقل مئات الآلاف. ضيف برنامج حبر وورق لهذا المساء هو الظاهرة ثائر الدقاج. مساء الخير أستاذ ثائر. حياكم الله وسهلا بك. مساء الخير أستاذ ثائر. قبل أن نشرع بهذا الحوار وقبل أن نبدأ في فحص متون تجربتك، لنشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل أسعد زلزل، يسلط الضوء على جوانب تجربتك. أحبة المشاهدين، تابعوا هذا التقرير ولنا عودة. يعني انا هسه اسال الجهلاء بالشيعة وما امثل، ومع ذلك لم تعطونا الوقت الكافي. سالت اسال بجام وبارك الله. لن نعطيك وقتا يا ثار الا اذا تحدثت واجبت عن فضيلة الشيخ عدنان فيما يطرح عليك من اسئلة. اذا لم تلتزم سنغلق عليك الخط. لوسائل الاعلام واخبارها جمهورها الواسع، فان لثار الدراجي جمهوره الخاص الذي دائما ما يترقب احدث اتصالاته الهاتفية ومقاطعه على صفحات اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعية أو أثناء بعض البرامج الطائفية في بعض القنوات. وأنا الآن إذا كنت أصغر واحد في الشيعة وأرذلهم وأنا جاهل، ما أعطيتوني مجال، يعني أخذت ربع ساعة والمذيع أخذ كلامه والأسئلة تشعبت لحد أنا أريد أجاوبك. لحظة سأقاطعه في نقطة البحث وإلا أغلقت عليك الخط. العرعور والعريفي والبلوشي وغيرهم الكثير ممن باتوا يترقبون اتصال ثائر في إحدى اللحظات مهاجما ومدافعا عن طائفته أمام ادعاءاتهم. أصبح اسم ثائر الدراجي كابوسا حواريا مظلما يصيب أولئك الأشخاص بالانهيار حد البكاء. فتارة نجده حيدر من الكويت، وتارة أخرى نجده بأسماء مختلفة بعد أن منع استقبال مداخلاته في تلك البرامج. أسأل الله أن يحرق جسدك، أسأل الله أن يدمر بنانك، أسأل الله أن يمزق صفك، أسأل الله أن يبتليك في عرضك وفي نفسك، أسأل الله جل وعلا أن يعافينا من سماع صوتك حينما يدخل خليجي رافضي لا تسمح له بحرف واحد. اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا. اتصالات الدراجي ومهاجمته لم تقتصر على شيوخ البرامج الطائفية، بل أخذت مؤخرا بالاتجاه صوب التواصل مع آخر الأحداث وأصدائها. فهنا يتصل ثائر بالسياسيين، وطبعا ممن يتهجمون على طائفته، وهناك يحاور شيوخ العشائر وللسبب نفسه، وفي بعض الأحيان نراه شاكرا لبعض التصرفات كما حدث مع النائبة عاليان صيف. النائبة عاليان صيف، تفضل. حياكم الله، كيف أحوالكم حضرة النائبة؟ الله يسلمك ويخليك. الله يخليكم. بس احنا حبينا نهنيكم على إقرار الموازنة وعلى هذا النائب سلمان الجميل، ونقول لكم هنيئا لكم. الله يسلمك ومنونة من وقفتكم. مؤسسة ثائر الدراجي الإعلامية الخاصة القائمة على نفسه فقط أخذت بالخروج عن إطار المحلية مؤخرا لتصل إلى أبواب نطاق الأحداث الخارجية والتواصل معها، كما يحدث في اتصاله مع الفنان أحمد بدير. حياك الله الفنان أحمد بدير. كيف أحوالك فنان العظيم؟ طبعا عظيم في مجال الفن، وأدائك وآرائك الأخيرة التي سمعناها حقيقة نحن في العراق انثلجت قلوبنا وأنت تدافع عن الإسلام. الله يخليك. قدرة ثائر الدراجي على جلب أرقام تلك الشخصيات هو ما يثير التساؤلات حول من يقف ورائه ويوفرها له، وطريقته اتخذت مؤخرا منحا مختلف بعد أن تسببت في الانتقاد له من قبل بعض رجال الدين وخطباء المنابر. لبرنامج حبر ورق، أسعد زلزلي.